تشهد مساجد مملكة البحرين في شهر رمضان المبارك من كل عام حضور العديد من المقرئين ذوي الأصوات الحسنة من داخل وخارج المملكة ليؤموا المصلين في صلاة التراويح بأجواء إيمانية وروحانية يتميز بها الشهر الفضيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. هي طمأنينة للقلب وسكون للجوارح، تزينها تلك الحناجر الندية لتبدأ معها رحلة الخشوع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إن ترتيل القرآن الكريم بصوت بهي لا سيما في صلاة التراويح يضفي علامة إيمانية أخرى للمصلين، لذلك تعتني الأوقاف السنية والشؤون الإسلامية وبالتعاون مع مساجد المملكة باستقطاب مختلف القراء المتقنين والمجودين سواء من داخل أو خارج البحرين. هذه الفكرة وهذا البرنامج الذي تنظمه الأوقاف السنية بتنسيق مع الشؤون الإسلامية فكرة حقيقة رائدة، وهي من أهم المهمات التي يجب أن يعتنى بها في المساجد في رمضان، إحضار من يؤم الناس ويكون قادرا على إمامة التراويح بصوت جيد وبأداء متميز. هذا مما يعين المصلين على أداء هذه الشعيرة بطمأنينة وراحة. صراحة فكرة استقطاب القراء جدا جميلة، والناس يعني تبغى الأصوات الجميلة التي يخشع فيها، يعني سبحان الله والله، يعني ما شاء الله هنا حضور ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ما يخرج من القلب يلامس شغاف القلب، يعيش المصلي أجواء روحانية عبر ما يسمعه من آيات تساهم في ترقيق وجدانه وإنعاش التفكر في عقله. تنوع القراء في مساجد البحرين في ساهم في الخشوع، في زيادة الخشوع، وفي مثلا عن يعني الواحد ينوع بالأصوات، ما يمل من صوت واحد. تنوع القراء وجمال الصوت يساهم ان نكون احنا خاشعين في الصلاة وفي دعائنا حق ربنا. اخلي ولدي ما شاء الله هي وياي عشان يبدع ويقرا ما شاء الله ما تيسر من القران، ويتعلم الاصوات الجميله لكي يقرا القران ما شاء الله. هذه المسألة القراءه حلوه، يجذب الناس عشان يصلون يخشعون في صلاتهم حق ذي المسجد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. تميز القراء في شتى محافظات البلاد أصبح دليلا لا يهتدي به أهل الديار فحسب، بل حتى مختلف السياح والوافدين. أنت تستمتع بهذه الأصوات الجميلة هذه، وخاصة تستمتع أكثر لما تشوفهم شباب، يعني توهم شباب صغار وحافظين المصحف وعندهم قراءات جميلة جدا، يعني يمضي عليك الوقت وانت تتمنى انه يطول. يعطي المصلي الخشوع وخليك تندمج مع الصلاة مع العبادة، والحمد لله فكرة حلوة يعني الحمد لله. We came from France, so... جئت من فرنسا وهذه أول مرة نعيش رمضان في البحرين، ولاحظنا أن هنا توجد الكثير من الأصوات الجميلة التي تقرأ القرآن. والشيء الجميل أن هذا البلد فيه عادات وتقاليد رائعة، وصلاة التراويح هنا لها ميزة أخرى. نحن من فرنسا وتجولنا في مملكة البحرين ورأينا رمضان هنا، بالفعل هي تجربة مميزة. هنا شيوخ لهم أصوات حسنة، والشعب البحريني هنا شعب رائع وودود. بالنسبة لي رمضان هذا العام هو رمضان مميز. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو شهر عظيم وذو طابع إيماني كريم اختصه الله بالقرآن، إذ فيه للناس كافة بينات من الهدى والفرقان. لجمال الصوت لغة تخاطب القلوب، تستودع رسالتها وتنفث سحر الإيمان فيها، وتلبسها جبة من الوداعة والسكينة.
لتلفزيون البحرين صالح يوسف.